زهقت ان كل مرة انزل من البيت لازم اكون بني ادمة مختلفة، مش على طبيعتي. لازم ادي وش خشب وامشي زي العسكري في الشارع، اكيد مش عايزة اكون ملفتة واسمع كلامي يضايقني. يمشي على الأرض. ما ليه كلهم عاملين كده زي الدبان، موجودين في كل حتة، ولا بيخلصوا ولا بيزهقوا؟ محدش عنده مضرب. ليه رجالة وستات يقفوا في الشارع يدافعوا عن المتحرش ويقولوا البنت هي اللي غلطانة وهي السبب؟ بس أنا مش هسكت، أنا لازم أعمل حاجة، وكل واحد لازم يعمل اللي يقدر عليه حتى لو كانت حاجة صغيرة. خلاص جه الوقت اللي لازم نتكلم فيه ونعترف ان عندنا مشكلة، نقول لا للتحرش، نقول كفاية. انا حاسة ان جه الوقت اللي لازم ننشر فيه التوعية عشان ما نفضلش ضحايا في مجتمعنا. الو، شفت ازاي حلوة؟ ما انا عجبتني عشان كده، انا بقيت بحس ان دي حاجة بتحصل لينا كلنا. لا لا لا، ما تخافش على اختك، ان شاء الله نقدر ننزل في الشارع بأمان في يوم من الايام.